صوت الهوا ده والشبابيك اللي بتخبط في بعض دي؟ هو ايه يا مامي؟ ده الجو حر، هو احنا عارفين نتنفس؟ اسكتي يا بنت، هو انت شايفه اللي انا شايفاه؟ ده الدنيا بتنطر. هدومي كلها اتبلت. ايه ده اللي بل هدومك كده يا صغنن؟ انت عبيطه يا بنت، ما انا بقول لك الدنيا بتنطر، انا هلم الغسيل هيتبل. استو يا رب، استو يا رب، ده في اعصار على اول الشارع. في مسمار يا حزني؟ مسمار ايه يا وليه؟ بقول لك اعصار عاصفه يعني. فين ده يا مامي؟ مش شايفه حاجه. يا لهوي يا مامي، في عاصفه بتقرب علينا، بتقرب علينا. استو يا رب، طب هنعمل ايه طيب يا حاج؟ تعالي يا وليه نطلع على السطح نشوف ايه اللي بيحصل. طب استنى بقى يا حاج لما الم بقيه الغسيل. يلا نطلع على السطح بسرعة. انا خايف يا ماما. ما تخافش يا حبيبي، يلا يا بنت اطلعي معايا. استني يا مامي، هجيب الميك اب بتاعي معايا، خايفة عليه لا يطير. يا بنت الجزمة، هو ده وقته؟ انا طالعة. اطلعي بسرعة يا ولية، العاصفة بتقرب علينا. يا نكدي، يا رب استر، ايه الهوا الجامد ده يا ابو العيال؟ مش عارف والله يا ام عبده، بيقول لك العاصفه دي شديده قوي. ايه؟ مين ده اللي بيقول لي يا اخويا؟ يا سنه سودة، ام عبده وجوزي في السطح لوحدهم؟ يا وليا يخرب بيت دماغك، هو ده وقته يا وليا؟ تعالي يا ام العيال عشان نبقى مستخبيين من العاصفه هنا. استني يا وليا، الاسدال عمال يتشد. بتقرب عليا وجايه، ابعدوها عني. العاصفة دي شكلها قليلة الأدب، لم نفسك بدل ما لمك. بتكلم مين الولية دي؟ يا ولية يا بنت المجنونة، بتتخانقي مع العاصفة؟ خليها تيجي تشيلك وتريحنا منك، ده انت ولية بومة. بتقول حاجة يا حاج؟ لا ما بقولش يا ولية، بقول ربنا يعديها على خير. بحسن، هي مستقصداني ولا ايه؟ جاي عليا برضو؟ يا بنت الجزمة، هو احنا ناقصينك؟ ابنك الكبير ما بيردش عليا، انا قلبي متوخ ومش هنزل ادور عليه. تنزلي فين يا ام العيال؟ هو ده وقته؟ ابن حبيبي خايف علينا، قلبي متوخ، انا هنزل اجيبه. كنت فين يا ابن الجزمه؟ قلقتنا كتك القرف. هو ده وقته؟ ايه الدوشه دي يا عيال؟ هو انتوا عندكوا فرح ولا ايه؟ فرح يا ام جميله، تعالي على جنب وما تقفيش عندك كده. ايه يا اخويا، ما اقفش هنا ليه؟ انت هتحكم عليا اقف فين وما اقفش فين؟ اسمعي الكلام يا ام جميله. الا فين جميله بنتك؟ ما طلعتيهاش معاكي ليه؟ ما اعرفش يا اختي، لقيتها نطت من الشباك مره واحده، تلاقيها كانت عايزه تشتري حاجه وكسلت تنزل على السلم، اكمننا في الدور الاول وكده. يا نهار اسود، دي شكل العاصفه شبطتها. ما تقولهاش في وشها كده. استر يا رب. لا كله الا اللباس، انا قلت اهو. بتقرب عليا يا مامي. طب ما تيجوا ننزل بدل ما نطير من على السطح والهوا شديد كده. يلا ننزل يا ماما، انا خايف. يا لهوي، باب السطح اتقفل، اتحبسنا هنا ولا ايه؟ الباب مش راضي يتفتح. العاصفه خلاص دخل علينا يا مامي. استر يا رب. يا ماما انا خايف. يا رب استر يا رب.